طيب طيب يا عطار، شوف شوف اللي حصل لك. ايه حصل لك ايه؟ طلعوني حرام. بقول لك بنت عمي اللي انا بحبها وموت نفسي علشانها، طلعتها حرام وطلعت فلوسها كمان. مش معقول يا شيخ. اكيد انا مبقوع عزومه، اكيد مبقوع عزومه من واحد بحرام عايز ترك الجزم. طبعا اكيد، بس ما عرفتش مين؟ لا اعرفه، ان انا اتضربت وطردت براندين. يا ساتر يا براندين، يا ساتر. معلش انت ايه ده؟ ايه ده؟ خصوص يا اخويا، خلاص الدنيا دي باظت، الواحد ما عادش عارف بقى فيها ايه. خد خد اشرب عشان تروق كده، هون وتفوق. اروق ايه؟ انا عايز ارجع على بطن اموت بس. كفايه خد التاني ده هيعدلك دماغك. شوف ادي اللي كنت فاكرها بتحبني وراحت تخطبني، يضربوني ويطلعوني بره البيت. يا ساتر يا اخي، ما تستغربش بقى لو بكره كمان رفضوك من الشركه. ومين عايز يقعد لها فيها؟ ولا يقعد لها في الدنيا بحالها؟ ده انا من ساعتها يا سامي وانا عايز اموت نفسي. تموت نفسك؟ وهي الحياه من غير بلبل تسوى حاجه؟ خصوصي انت بتكلمني دلوقتي وانت فايق ولا وانت سكران؟ دي اول مره في حياتي اشرب حاجه غير الخروب، لكن انا فايق قوي قوي. انت اكيد اتجننت، حقيقي فكرت في الانتحار؟ حقيقي حاولت تنتحر؟ ايوه حاولت انتحر بس طلعت جبان جبان. انت عايز نصيحتي ولا عايزني اغشك؟ تغشني ليه؟ انت عمرك غشتني؟ ولا انت فاكر نفسك فتك قوي يعني عشان تغشني؟ شوف الشيء الوحيد اللي حافظ لك على كرامتك مع نبيله هو الانتحار. صح صح، وانا كمان ما اقدرش اعيش من غير كرامه. لا وايه؟ ده الانتحار هيأكد لنبيله انك ما كنتش بتعرفها عشان فلوسها، وان الحياه من غيرها بالنسبه لك ولا حاجه. ايوه صح، عشان تندم عليا وتفضل طول عمرها فاكراني، مش كده؟ وتتعقد وتروح سرايه المجانين. وتفضل فاكراك انسان نبيل شريف مش مطرود من حياتها وانت غشاش وحرامي وبتاع فلوس. ايوه صح صح صح، بس انا انتحر ازاي وانا جبان؟ بسيطه، انا عندي حته فكره. هأجر لك سفاح يقتلك. يما لا ما تخافش، ده انا هخليه يعملها من غير ما تحس باي حاجه، ولا حتى تعرف الميعاد امتى ولا هيصطادك فين. بس هو هيخلص عليا ازاي؟ انا مش عايز حاجه توجع. لا 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 ما تخافش، ده انا هخليه يضيعك في ثانيه. انت معاك فلوس؟ ليه؟ عشان ندفع للسفاح اللي هيقتلك. انا كل اللي معايا 100 جنيه هم تحويشه العمر. حلو حلو يكفوا، هات مش كتير. انت هتوفر لمين؟ ثم دول يا دوبك يجيبوا لنا سفاح معتزل ولا عيل من العيال الجداد الناشئين. يا سلام، حتى اسعار السفاحين غليت اليومين دول. انت هتموت ولا هتطلع عيل؟ لا عيل ايه؟ انا هديك. امسك اهو 100 جنيه اهو. عارف ال 100 جنيه دول كنت انا هديهم لطنط فردوس مهر والشبكه عشان نبيله. بس انا عايز اقول لك ايه؟ ها؟ انت بتقول ايه؟ انت عايز ايه؟ يا اخي ما كانتش موته دي هتفلقني. مش اول مره اموت فيها، مش متوتر في حاجه زي كده انا. نعم يا سيدي، عايز ايه؟ خلصني. ها؟ عايزك تفهم السفاح انه لما يجي يقتلني يقتلني بطريقه تبان انها انتحار، علشان بلبل تصدق وتندم عليا وتتعقد وتروح سفرات المجانين بعد كده. يا ابن الايه؟ انت رايح فين؟ عشان نسبك الموضوع زياده. ايوه خد اكتب كلمتين وداع مؤثر لنبيله. اكتب ايه؟ انا في دماغي اكتب حاجه دلوقتي. ملينا انت. اقول لك ايه؟ عشان اريحك اكتر انا هكتب كلمتين كده مستويين على المكنه، بس انت امضي لي هنا. متشكر يا بسمو، انا متشكر قوي. انا مش عارف حواد جمالك دي كلها فين. اعوذ بالله، احنا اخواتي خصوصي. انا عارف. امضي حبيبي. طيب حاضر. المخلص المنتحر خصوص. دي من هنا ولا من بره؟ من بره. من كوريا. انا اسف. من الشرق. مش عارف.